وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دلال عادل بوحميدة، خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. مرحبا بك أستاذة في نشرة أخبار الثالثة. إذن كيف نحقق المعادلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وكذلك الحد من مخاطره في الوقت ذاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع وأشكر لكم هذه الاستضافة. بالنسبة لسؤال حضرتك، بالطبع هناك الكثير من الخطوات الرئيسية اللي يجب أن نتخذها ضمن خطة عمل متكاملة وشاملة من أجل تحقيق المعادلة المرغوبة، ألا وهي الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو المجتمع. ومن أهم النقاط اللي يجب ذكرها العمل على تحديد المخاطر الرئيسية اللي ممكن أن هي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومقابلها أيضا تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر. ومن بين هاي المخاطر عندنا الخصوصية، الأمن، والقضايا الأخلاقية وغيرها من المشاكل الاجتماعية. نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، ألا وهي ضمان الشفافية والمساءلة، ويجب التأكد من وجود إطار عمل يحدد المسؤوليات والصلاحيات ويتميز بالشفافية فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العصر الحالي. أيضا من المهم التركيز على الأمن والخصوصية كخطوة رئيسية، حيث يجب يعني علينا أن احنا نركز على الإجراءات المتعلقة بالأمن والخصوصية لحماية البيانات الحساسة ومنع الاختراقات والهجمات السيبرانية. وطبعا لا يفوتنا ذكر أن مملكة البحرين قطعت شوط في هذا المجال لتصدي الهجمات السيبرانية والمخاطر التكنولوجية. نعم. بشكل عام. نعم. إلى جانب ذلك أيضا الاستثمار في البحث والتطوير للتعرف على المخاطر الجديدة وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها، وتعاون أيضا مع الجهات الحكومية والخاصة وتبادل المعرفة والخبرات. وفي النهاية أيضا وهو أهم شيء، توعية الجمهور المجتمع حول فوائد ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية. نعم. التعامل معه بشكل آمن وفعال. نعم. دلال عادل بوحميدة، خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.